السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة <applause> الله وبركاته في المراجعة السابقة نسينا اسم الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي اللي هو كان مدير جامعة الإمام محمد بن سعود ورئيس مؤتمر الفقه الإسلامي آه، الذي حضرته نعم آه، وكان هذا المؤتمر هو واحد من سلسلة من المؤتمرات التي نظمت في المملكة العربية السعودية في أيام الملك فيصل رحمه الله وبدأ المؤتمر الأول في أيام الملك فيصل أي ثم قدر الله أن يغتال الملك فيصل وأن الملك فيصل لم يحضر المؤتمر الاقتصادي الإسلامي ولا مؤتمر الدعوة الإسلامية ولا المؤتمرات الأخرى لم يحضر كانت بعد وفاته رحمه الله. نعم بعد وفاته نعم، طبعا نحن ذكرنا المؤتمرات التي أنت حضرتها وكان أولها المؤتمر الاقتصادي، المؤتمر العالمي الأول في الاقتصاد، والمؤتمر الفقهي، وكان هناك أيضا المؤتمر العالمي الأول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاء، وتكلمنا عنه أيضا. قدمت فيه بحثي عن ثقافة الداعية ونشر فيه كتابي الذي عنونته ثقافة الداعيه واصبح كتابا مشهورا مم. بناء على الورقه التي قدمت في المؤتمر نعم بعد ذلك او آه نعود الى المؤتمر الاول للاقتصاد الاسلامي لان على هامش المؤتمر حصل لقاء مهم بينك وبين اثنين من آه الاخوان المسلمين ثلاثه ثلاثة ثلاثة أنا هناك صالح أبو رقي رقيق نعم ومحمود أبو السعود نعم ومن الثالث؟ هارون المجددي هارون المجددي هذا الذي كان مسؤولا عن الإخوان المصريين في الخارج وهذا الاجتماع كان قد عرض عليك فيه أن تستلم مهمة المرشد العام للاخوان المسلمين. نعم. عرضوا علي هذا الـ الـ الامر وثلاثه من الـ الناس المسؤولين الكبار والذين لهم قدر عند الاخوان. وتكلمنا كثيرا قلت لهم انا يعني يعني اسمحوا لي ان افكر في هذا الموضوع. وأشاور فيه وأراجع نفسي فليس الأمر بالسهولة أن يتحمل الإنسان مسؤولية جماعة كبيرة مثل الإخوان المسلمين قالوا نترك لك يعني يعني فترة أقلها شهرين دون جيد هذا وبعدين يعني فكرت في الموضوع يعني كثيرا ثم انتهيت إلى أني الأولى أن أبقى أعمل في المجال العلمي والفكري فإني إذا اشتغلت بإدارة الإخوان ومراكز الإخوان وهيئات الإخوان في البلاد المختلفة اشتغلت بالقضايا الإدارية والقضايا اليومية سأنسى العلم سأضيع العلم وانا ارى انه هناك من يقوم عني بالجانب الاداري ولكن لا ليس هناك من يقوم عني في الجانب العلمي فكتبت كتابه الى الاخ محمود ابو السعود يعني ذكرت الموجود الكتاب في نعم يعني منشور نصه في الكتاب منشور في الكتاب الجزء الثالث فاعتذرت له عن هذا الامر وتمنيت لهم ان يوفقهم الله الى من تختاره الجماعه ويكون خيرا مني لادارتها ان شاء الله ووفق الله الجماعه واخترت الأستاذ عمر التلمساني بعد أن أفرج عنه من السجون المصرية وكان يعني عهده عهد خير وبركة وتقدم فيه الإخوان وكان رجلا دمثا ورجلا لطيفا وحينما شكاه الاستاذ عمر شكل انور السادات قال له اشكوك الى الله قال له لا لا لا, لا تشكو الى الله قال انا اشكوك الى العادل الرحيم كانت الدعوه في عهده يعني قامت بنشاط كبير وانا ساهمت في هذا النشاط وسافرت الى البلاد المصريه المختلفه وساهمنا في إعادة الوعي وإعادة الاتصال الجماعة بعضها ببعض وخصوصا الأجيال الجديدة يعني لابد أن نرعاها وخصوصا قد ظهرت في ذلك الوقت أجيال من الجامعات المصرية كانت هذه الأجيال الأول بتجتمع وحدها وتلتقي ببعض المشايخ مثل الشيخ الغزالي ومثلي وبعض الناس يعني فس ولكن بعد ذلك ارادت ان يعني ترسي على بر لان الشاب بعد ما بيتخرج من الجامعه بيقف عند مفترقات عده منها مفترق الوظيفه ومنها مفترق التجنيد ومنها مفترق الزواج اشياء اذا لم يلتزم بجماعه معينه ربما يعني يكتسح التيار ويفلت كما يفلت كثير من الناس ورأينا لهذا هذا الشباب من الاولى ان يعني ينتسب الى الجماعه وقالوا افضل الجماعات لهم هي جماعه الاخوان المسلمين وظلنا نعمل مع هؤلاء الشباب في الج... 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 جماعة الإخوان ونحضر لهم يعني مؤتمراتهم الإسلامية والأعياد كانوا يدعونني أحضر من قطر لأساهم في عيد الفطر أو عيد الأضحى أنت أول صلاة عيد شاركت فيها كانت في ميدان عابدين ميدان عبدين كانت عيد الاضحى في 1977 اول مره وبعدين عملنا عده مرات عده مرات احيانا كنا في القاهره في الصيف واحيانا ادعى آه اتي من الدوحه واخر مره عملناها يعني كانت يعني, يعني شيء هائل جئت من البيت كنت اقف ادخل بالسياره الى مكان عند المكان الذي ساصلي فيه المره دي وجدت الشوارع في كل ناحيه مغلقه ممتلئه ولا استطيع ان ادخل تركت سيارتي بعيدا ومشيت مشوار طويل حتى وصلت الى مكان المنصة وحتى السادات تكلم عن هذا المؤتمر قال بيقولوا ربع مليون لا هو مئة ألف فقط <تصفيق> <تصفيق> مع أنه لا كان أكثر من نصف مليون شوارع القاهرة حول عبدين من كل ناحية ممتدة امتداد طويل جدا يعني ما ف يعني اول اول صلاه عيد في ميدان عبدين اللي كانت في 77 تذكر في الكتاب انها اقيمت بينما كان السادات يزور فلسطين المحتله نعم ولكن اتخذتم قرارا بعدم الاشاره الى زيارته في الخطبه ولا نثير هذه القضيه يعني وفي السنه الثانيه كان بيزور كم ديفيد يعني ما وايضا تجنبتم الموضوع نعم تجنبتم الموضوع تجنبتم ايضا تجنبنا الموضوع حتى لا يغلق علينا الموضوع. تظل هذه الدائره مفتوحه لنا هو يعني ولكن بعد ذلك يعني بعد المؤتمر الاخير الذي قال عنه السادات ما قال حدث ما حدث ان السادات أغلق الدنيا عشان و... حملة على الناس عشان ناس الناس كل الفئات الوفديين والاخوان وبتوع الأحزاب الأخرى وأعداد كبيرة والشباب فكر تفكيراته يعني الأخرى أن كان فيه شباب الجهاد الإسلامي وشباب الجماعة الإسلامية اللي كان رئيسهم الأخ عمر عبد الرحمن العالم الأزهري الكفيف الذي هو معتقل من الآن في أمريكا أمريكا نسأل الله أن يفك أسرة حاولنا أن نتوسط له يعني في قطر ولكن يعني يبدو أن أموره ليست سهلة أسأل الله له أن يدبر امين ان شاء الله. طبعا انت تذكر انه في هذه الفتره ايضا التي كانت تشهد الجامعات فيها نشاطا وحراكا كان أيضاً كانت في الصيف تعمل انشطه وتدعو الشباب وكانت تدعو الشيخ وتدعوني بالذات وانا كنت اذهب إلي 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 اليهم لاني اخشى ان اذا لم يعني علموا التعليم الاسلامي الوسطي المعتدل الصحيح يعني يذهب الى اعلى الغلو او الى التقصير وهذه المشكله الاسلام بين الغلو والتقصير فكنا بنذهب الى هؤلاء وحينما ظهرت فكره التكفيريين جماعه التكفير اللي كانوا يسمون نفسهم جماعه المسلمين نعم يعني بدانا عملت رساله يعني هي مقدمه لكتاب كبير في التكفير ولكن عملت رساله اسمها ظاهره الغلو في التكفير ان يعني التكفير لا موجود انما المشكل هو الغلو في التكفير ان تكفر من لا يستحق التكفير أنت أنت لو واحد انه عمل معصيه او عمل كلام مش عاجبك تقول عنه كافر ومعنى كافر يعني ايه اذا قلت كافر معناه يعني حكمت عليه بالهلاك اول شيء الهلاك الادبي الموت الادبي ان المجتمع يرفضه لا يصبح له مكان في المجتمع كافر وبعدين في الكافر في كلام كثير هناك من العلماء من يقول بضرورة قتله وهناك من يقول يجب يستتاب وهناك من يقول يستتاب أبد الظهر وهناك وأنا يعني أخذت بأوسع المذاهب في هذا كل من يعني من حرف عن طريق الإسلام وحكم عليه بالكفر لا نقتله في الحال لازم نعطيه فرصة وفرصة وفرصة أن كثير من هؤلاء يكون أسير لشهوة من الشهوات لحزب من الأحزاب لأشياء لبس عنده ولم يجد عنده من يصحح له هذا الأمر ويعطيه الفكرة الحقيقية. كان هذا الان نعود الى الرحله قمت بها الى الولايات المتحده الامريكيه هذه كانت الى الولايات المتحده الامريكيه وكندا في مايو من عام 76 والذي لفت نظري انك تذكر الحادثه التي حصل فيها خلاف مع حسن الترابي رحمه الله عليه وقد توفي قبل ايام من مجيئي الى هنا لكي نسجل معك حصل مع حصل جدل معه حول رايه في ان المراه التي تسلم يمكن ان تبقى على ذمه زوجها الكتابي وقلت انه في ذلك الوقت عارضه العلماء الموجودون وعارضته انت ايضا آه. هذا موضوع يعني ما في المجلس الاوروبي للافتاء. بعد ذلك اسسنا المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث هذا في 97 بعد ذلك ب 20 سنه لا اقل من يعني فأسسنا اسسنا وبحثنا هذه القضيه ولي رأي فيها مكتوب ونشرته يعني في يعني يمكن فعلا ان المرأة تدخل في الاسلام وزوجها لا يدخل وجدنا في الفقه الاسلامي بحثنا ان وجدنا فيه تسع اقوال في الفقه الاسلامي واخونا الدكتور عبد الله الجديع الامين العام للمجلس الافتاء الاوروبي بحث وعمل كتاب واسع يعني وذكر 13 رواية مش بس تسع روايات في متسعة من ال بتاع يعني ف هكذا يعني كان ذهبنا إلى أمريكا نبحث في هذه الأمور ويرد بعضنا على بعض ومن المهم أن لا تيار واحد بتوجيه المسلمين هناك في أمريكا فانفرد تيار في غلو أو في تقصير فيضيع المسلمين إنما إذا وجد التيار ورد من يرد عليه ومن يرد على الرد وحتى تصبح تستوي الأمور وتنضج تماما هذا هو المطلوب يعني أنا قصدي أنه في في عام 76 كان رأي الترابي يعتبر مستهجنا ولكن بعد فترة وبعد الاطلاع على ظروف المسلمين في الغرب والاطلاع على ما كان قد تحدث به الفقهاء أصبح رأيه الذي كان شاذا في حينه لا, لا زال في رأيه بعض الشذوذات يعني هو يجوز للمرأة أن تتزوج من المسلم تزوج غير المسلم يعني أو ابتداء يعني اه فانا هذا لا يعني احنا غير المسلم لا تتزوج المراه ابتداء ولكن لو تزوجت وهي غير مسلمه و اسلمت وبقى زوجها في مجال لهذا الكلام طبعا ذكرنا في المرة السابقة أنك كلفت في تلك الفترة بإعداد ما يلزم لتأسيس كلية الشريعة في جامعة قطر بعد أن صدر مرسوم أميري بتأسيسها في العام الدراسي 76 77 وتكلمنا عن أسسنا لها يعني برامج يعني يعني رائعة خذنا من خير الجامعات وألفنا من عند أنفسنا أشياء بحيث كان كثير من كليات الشريعة احنا درسنا في كليات الأزهر ندرس القديم فقه القديم والفقه الحديث يعني ندرس الشركات الشركات شركة المفاوضة وشركة العنان وشركة كذا وكذا الان بقى في شركات كثيره يعني ولها احكام وفي ناس بتقيم هذه الشركات المساهمه وكذا ما حكم هذه الشركات؟ البنوك التي قامت وبدات تعمل في انحاء العالم هل نرفض البنوك ولا هناك اشياء لابد منها للبنوك واشياء تحتاج الى ان نعدل فيها حتى تتفق مع الاحكام الاسلاميه نحتاج الى فقهاء عندهم نوع من المرونه لا يكونش عندهم جمود على راي معين لا يتنازل عنه ابدا لانه درس في فقهه ولم يدرس فقها اخر كان لابد يعني من 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 هذا فبدانا العمل الاقتصادي الاسلامي والعمل مع البنوك الإسلامية وأنا اشتغلت في البنوك الإسلامية ورأست عدة بنوك إسلامية رأست البنك الإسلامي مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي المستشار الشرعي فيه وبنك التقوى في سويسرا ودار المال الإسلامي وشركة الخليج الإسلامية وبنك البركة الإسلامي بتاع الشيخ صالح كامل كنت رئيس مجموعة البركة وبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي البنك البنك الإسلامي الأول مجموعة بنوك إسلامية كنت يعني رئيسا لها ومع مجموعة من الإخوة الفقهاء المستعدين للنظر وللبذل وللبحث ومتعاونين بعضهم مع بعض فنحمد الله عز وجل أن قامت هذه المسيرة وإن كان لنا عليها بعد ذلك في مسيرتها تسهلت في بعض الأشياء وأجازت بعض الأشياء مع أني يعني اعترض عليها بعض العلماء وأنا كنت من المعترضين على هذا وأقمنا ندوات في المملكة وبعضها دعا إليها الشيخ صالح كامل وبعضها دعا أخونا الشيخ صالح من العلماء السعودية وكان منزلة وزير كان يعني ذهب إلى مصر ودرس في المعهد العالمي التابع للجامعة العربية قلت لك أنا حاولت أدرس فيه لم يسمح لي السنهوري ولكن كان هو الاخ الشيخ صالح آه هذا السنهوري يحبه جدا ويقدمه واستفاد من دراسه السنهوري وعاد مستشارا للوزارات الكبيره ويعني و... وكان في البنوك الاسلاميه حين دخلت انا هيئه الرقابه الشرعيه في بنك الرجحي يعني فكان هو نائب رئيس هذه الهيئة وكان معنا دائما وكان يستنكر التهاون الذي يقع في البنوك فبعض الأحيان دعا إلى ندوة نناقش في هذه الأمور وصالح كامل دعا أيضا ندوة نناقش أمور أخرى وهكذا في سنتكلم الآن عن اجتماع عقد في لوغانو لكن لم يبقى إلا دقائق معدودة ونأخذ فاصل فسنتركها إلى ما بعد الفاصل ما نقدرش نأخذ فيها لأنه قد يطول الكلام فيها لأنها تتعلق بفكرة أسلمة المعرفة الإخوان اللي جم من أمريكا والتقيتم بهم في منطقة لوغانو فنأخذ فاصل قصير ثم نتحدث عنها إن شاء الله قبل أن نستأنف من حيث توقفنا ونتكلم عن مؤتمر لوجانو قرأت في نهايات المجلد الثالث أنك في إحدى الزيارات لمصر أحدهم سألك إن كانت مصر دار حرب كأن بعض الناس كان يرى أن يعامل مصر في ذلك الوقت ونحن نتكلم عن تقريبا ما بعد منتصف السبعينيات على أنها دار حرب فأنت رددت عليه ردا كتبته في الكتاب قلت أننا إذا, ن... إذا كنا نعتبر مصر دار حرب فهذا يعني أننا نتركها لغيرنا الله. ونحرم أنفسنا ونمكن منها أعداءنا بعض الناس تستسهل هذه الإجابات ويقول لك أنا دار حرب يعني عشان نحارب الحكام وبتاع البلد كلها دار حرب ده معناها يعني لم يعد فيها اسلام واصبح كل ما فيها يعني يجب ان تحاربه وهذا يعني ولذلك انا رفضت الكلام عن ان اي بلد من بلاد الاسلام تصير دار حرب والكلام الاحناف حتى وغيرهم ان لا تصير دار حرب الا اذا انفصلت عن بلاد الاسلام الاخرى لما نعم دامت متصلة بدار الاسلام فهي دار اسلام يعني ف نعم طيب الان في صيف عام 1977 جاءتك دعوة للمشاركة في اجتماع في منطقة لوغانو وهي المنطقة الايطالية من سويسرا وذلك ربما كما فهمت انه بطلب من مجموعة من اخواننا اللي كانوا في امريكا وكان الغرض هو طرح موضوع إسلامية المعرفة أو أسلمة المعرفة نعم عرض هذا الأمر على الإخوة يوسف ندى وغالب همة الذين يقيمون في لوغانو وتقوم شركتهم وأعمالهم هناك ورحبوا بأن يهيئوا لهذا المؤتمر الأسباب المطلوبة وجاء م... م... مجموعة من بلاد العربية والبلاد الاسلامية والبلاد الامريكية والاوروبية مجموعة حضرت كلها الى هذا المؤتمر انا كنت في ذلك الوقت في مصر في اجازة الصيف وجئت الى يعني لوجانو في هذا الوقت وحضرنا وكان معنا الاستاذ اسماعيل الفاروق رحمه الله قبل ان يتوفى دكتور محمود ابو 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 السعود و كان معكم محمد المبارك محمد المبارك خرشيد احمد نعم واحمد العسال والتيجاني ابو غديري و... نعم التيجاني ابو غديري نعم أنا ابو غديري عبد الحميد ابو سليمان عبد الحميد ابو سليمان احمد التتنجي احمد التتنجي واحمد, وأحمد القاضي وهشام الطالب و... والأول مره يحضر معنا الاخ آه الله يرحمه طه جابر العلواني اي نعم كان آه لسه يعني آه متخرج واخذ دكتوراه في اصول الفقه وحضر معنى هذا الاجتماع وكان لنا بحوث يعني جيده وكان المتبني الفكرة اسلمت المعرفه اخونا عبد الحميد ابو سليمان هو صاحب الفكره الاول في في هذه القضيه وكتب فيها كتاب وعرضها على اسماعيل الفاروقي وتبناها وحضروا في هذا المؤتمر وكنا في ضيافة الإخوة يوسف وغالب وظللنا هذه الأيام العدة نبحث في هذه الأمور وفي قضايا أخرى تهم المسلمين خصوصا الذين يعيشون يعني في العالم الغربي والفقه المطلوب لهم ويعني كان مؤتمر يعني أعتبر ناجحا في ذلك الوقت ووصلنا الى عده توصيات يعني كتبناها وبدانا في تنفيذها بعد ذلك الاخوه يعني عملوا ترتيبهم على ان ينشئوا معهد لاسلامه المعرفه او ما سماه معهد الفكر الاسلامي في واشنطن هو كان المعهد العالمي للفكر الاسلامي المعهد العالمي للفكر الاسلامي فنشا في واشنطن وانشئ له مكتب في القاهره كان يديره الاخ الدكتور جمال عطيه هو ما استلم المكتب اللي في القاهره هو استلم مكتب القاهرة وشغل في عدد من العلماء وانتروا أشياء جيدة والإخوة بدأوا في أمريكا وجندوا أيضا أعداد وبدأوا يشتغلوا زرتهم مرات أنا وألقيت عندهم محاضرات ونشروا بعض الكتب منهم كتابي السنة كتاب السنه النبويه و وكتاب الشيخ الغزالي عن عن السنه وفقه الحضاره وكتاب الذي اشتهر في ذلك الوقت وكتابي بعد نشر نشروا اعداد كبيره من الكتب تخدم هذه الفكره وكانوا ينشرون باللغتين العربيه والانجليزيه كانوا ينشرون باللغتين العربية والانجليزية بالعربية وبعدين يترجمون إلى الانجليزية آه. آه على ذكر طبعا هذا أول آه أول آه أظن أول مدير له أو رئيس له كان الدكتور إسماعيل الفاروقي آه معهد الفكر أول مدير آه آه أول مدير لمعهد المعهد العالمي للفكر الإسلامي لا ادري هل هو كان اول مدير ولا اول مدير هو الاخ عبد الحميد ابو سليمان اه ربما احدهما لا, لا اذكر آه؟ وبعدين استلم دكتور طه جابر طه جابر من بعدهما آه. وعن الدكتور طه جابر اللي 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 ايضا توفي من قريب طه جابر توفي من قريب رحمه الله رحمه الله عليه وله مساهمات في المعهد الفكري الاسلامي وفي الجامعه الـ الإسلامية الاجتماعية هناك وفي مجلس الفقه الإسلامي في أمريكا وكان معنا يعني في المجلس الأوروبي عضو معنا مؤسس معنا في المجلس الأوروبي للإفتاء للإفتاء والبحوث يعني رحمه الله وتقبل الله منه آمين. إن شاء الله أنا أذكر تأسيس آه المجلس الاوروبي للافتاء كان في عام 1997 نعم آه واذكر آه لان الاخوه في اتحاد المنظمات الاسلاميه آه الاخ احمد الراوي واخوانه الذين معه كلفوني بان آه اجد مكانا لانعقاد المؤتمر اللقاء الاول الذي عقد آه قريب من مطار هيثرو نعم. وحتى اذكر انه عندما وصلتم للمشاركه كنت انا جئت واخذتك من المطار نعم. في حينها ان يعني عندما اعلن عن المجلس قال الناس اذا كان هذا للافتاء الاوروبي فكيف يشارك فيه علماء من مختلف انحاء العالم العربي والاسلامي يعني لم يكن المؤسسون فيه لم يكونوا فقط من داخل اوروبا نعم وانما من مختلف انحاء العالم اختارون الاخوه رئيسا للمجلس وانا قلت لهم يعني اختاروا واحد ممن يعملون في اوروبا وقالوا لا ان احنا نعتبرك وان لم تكن يعني عايشا في اوروبا انت عايش بفكرك في العالم الغربي زرت اوروبا مرات وزرت امريكا مرات وزرت استراليا وزرت امريكا اللاتينيه وزرت البلاد الاخرى المختلفه واصبح عندك عن المشكلات التي يعانيها المسلمون في هذه البلاد وكيف تحل هذه المشكلات وكيف نجتهد في حلها فاخترناك من اجل هذا وأذبرني وقبلت يعني و لا زلت رئيسا للمجلس الاوروبي للافتاء والبحوث والحمد لله يعني حللنا اشياء كثيره منها البيوت كيف يعيش الناس في البيوت الناس لم تكن يطردون من بيوتهم لكثره الاولاد ما يعني ولماذا يعني نظل الواحد يظل في البلد أربعين سنه وهو ويظل مستأجر. مستأجر. ولو انه يعني اخذها يعني بالتقسيط او اذا قبلوا هذا والا ناخذها بالفوائد كما يقولون و لاني مضطر الى هذا لان لابد ان يعيش ناس في اوروبا وامريكا هل تترك هذه البلاد فيها مسلمين اساسيين تترك هؤلاء وحدهم وهم محتاجين الى مسلمون ياتي الى مسلمين ياتون للعمل ومسلمين ياتون للدراسه الطلابيه ويأتون ياتون لاعمال مختلفه كيف يترك هؤلاء لابد ان يعني يوجد من يو من يعينهم فلابد ان يعان اخواننا فهذا كان يعني المجلس الاوروبي كان تجربه متميزه والحمد لله نجحت واصدرنا عددا من الكتب وعدد من القرارات ومن الفتاوى التي ارزناها وطبعت ونشرت كلها وأيضا ايضا ترجمنا بعضها ولله الحمد فنحمد الله على هذا الحمد لله هل, هل تعتبر ان تجربه آآ آآ هذا المجمع الفقهي الجديد هي التي مهدت لمشروع اتحاد العلماء المسلمين بعد ذلك بسبع اعوام سبعه اعوام تقريبا لا لا لم يكن له علاقه لا لا لا, لا, لا مشروع علماء مش كان عندي مشروع قديم عندي في ذهني وكنت أعرضه على الناس من قديم والناس يائسون مم. يعني والله كيف نعمل والمسلمون متفرقون ونعمل يا جماعة نعمل شيء يجمع الناس وكان عندي وبعدين أخيرا يعني قلت لابد أن أجمع عملت بقى استماره وكل من يوافق ي... يوقع عليها ويسيبها عندي لما جمعت 300 استماره قلت ندعو الى تكوين الاتحاد العالمي علماء المسلمين وجمعت لجنه سميتها اللجنه التحضيريه منها الشيخ فيصل المولوي والدكتور محمد سليم العوة العوة والشيخ القرداغي و يعني عدد من الاخوه المهمين ودعونا الاخوه الى لندن في اول مره واقمنا اعلنا قيام الاتحاد والحمد لله وهو يؤدي دوره طبعا لندن ومن فيها و... وانا منهم تشرفنا بي... بان يعقد هذا اللقاء التاسيسي في... فيها لكن السؤال الذي طرح في ذلك الوقت انه لماذا مثل هذا المشروع لم يتاسس في عاصمة من عواصم العرب والمسلمين؟ لماذا في لندن؟ والله هذا ما يؤسف له وذلك احنا بعد ذلك سجلناه في ايرلندا في ايرلندا ولكن بعدها يعني حاولنا نعمل الاجتماعات أول سنة عملناها في لندن عملناها بعد ذلك في اسطنبول بلد أوروبي ونقيمها باستمرار في اسطنبول وبعدين نقلنا مقر الاتحاد. الاتحاد إلى قطر الدوحة الدوحه هي اصبحت المقر الرسمي لاتحاد علماء المسلمين يعني فاصبح يعني عيب أن يبقى يعني اتحاد علماء للامه كلها ولا يوجد بلد تتبناه تبنته قطر جزاهم الله خيرا وشكر الله له. طبعا في عام 2004 لما تاسس الاتحاد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان حصل ان وجه دعوه لكم عمده لندن كين ليفينغستون وعلى هامش هذه النشاطات عقد ايضا مؤتمر عن الحجاب حجاب المراه المسلمه وعقد في مقر عمده لندن وحصلت هيصة وربما تذكرها نعم <applause> وحملة إعلامية بين مؤيد ومعارض نعم هذا حدث فعلاً وتعرف الجماعة اليهود يعني عملوا علينا حملة في ذلك الوقت وحاولوا يشوشوا علينا في صلاة الجمعة هناك في المسجد المركزي المسجد المركزي ولكن كان يعني عمدة لندن كان رجلا شهما وشجاعا ووقف يعني ضدهم وقال أنا رفضت أن يدخل جورج بوش هنا إلى هذا المكان وقبلت أن يأتي الشيخ القرضاوي في هذا المكان لأنه رجل حر ورجل يدعو إلى حرية الناس وإلى أن يقوم الناس بما يجب عليهم و... مع الشعوب و... ووقف معنا طبعا على ذكر اليهود كان هناك صنفان من اليهود الصهاينة وقفوا ضدك وطالبوا بترحيلك ولماذا تستقبلونه وهاجموا كن ليفينغستون وصنف آخر جاءوا ورحبوا بك نعم لعلك تذكره مشوا معاه الى المطار اي نعم هؤلاء المعارضون ثمانية بالصحيح. من كبارهم وزاروني في قطر يعني و هؤلاء الذين يرفضون اسرائيل ويرون ان قيام اسرائيل مصيبه على على اليهود وانه ليس من ورائها خير ويعني بعض الناس يقولوا لها القرضاوي بيقابل اليهود، أي يهود؟ وإحنا لا نقابل من يرحب بإسرائيل، إنما من يقاوم إسرائيل ويعتبر أن إسرائيل لعنة. هؤلاء هم الذين نستقبلهم ف... ونحن في الأصل المشكلة ليست بيننا وبين اليهود كيهود يعني كأتباع ديانة. لا مشكلتنا مع الذين احتلوا واعتدوا نعم لا, لا إحنا بالعكس إحنا اليهود يعني يمكن اقرب الينا من النصارى احنا النصارى بيقولوا بالتثليث يعني الله الابن الروح القدس اليهود لا يقولون بهذا النصارى اكلون الخنزير اليهود يحرمون الخنزير يعني حتى في شرائعهم اقرب الينا الشرائع اقرب إيه 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 الىنا يعني آه اليهود يحرمون التصوير تصوير التماثيل والحاجات ديت النصارى غير يعني هم اقرب الى المسلمين في شراء الاكل الذبائح بيذبحهم يعني و فلذلك نحن ليس بيننا وبين اليهود المشكلة في هذه النواحي إنما مشكلتهم أنهم يريدون أن يأخذوا الأرض التي صار لنا فيها 14 قرن هم ما أقاموش عدة قرون أربع قرون أو ست قرون دولتهم وإحنا أقمنا بقى بقى 14 قرن وأخرجوا م. من البلد والبلد يعني لما حتى دخل سيدنا عمر وعقد العقد مع يعني صفرونيوس. النصارى يعني قالوا له ان اليهود محرم عليهم يدخلوا بيت المقدس او ايلياء لا يدخلها الا يساكننا فيها يهود هذا من الشروط اللي اتفق عليها المسلمون مع النصارى يعني طبعا الذي اخرجهم اساسا هم الرومان نعم ولم يخرجهم المسلمون نعم يخرجه المسلمون هذه الزيارة اللي هي زيارة عام 2004 إلى بريطانيا، أظن كانت الزيارة قبل الأخيرة لأنك يمكن بعدها بعام جئت إلى لندن للمشاركة في مؤتمر المقا... مقاصد الشريعة في دار الفرقان، هل تذكره؟ لا مرات بعد ذلك لأنه في عام 2008 صدر منع الحكومة أصدرت قرارا بمنع دخولك بريطانيا 2008 في 2008 ما والله لا اذكر كنت اتي أمرها يعني مرات ومرات حتى لما جه وزير الخارجيه اللي قال انه ايامها هو رئيس الوزاره انا لو كنت موجود كنت منعته لانه قلت له انا جيت وانت وانت رئيسه صحيح صحيح وجبت لهم قلت لهم ابعتوا لي صور بعتوا له صور الجوازات وانا دخلت مرات ان ثلاثه من بناتي خدوا الدكتوراه من لندن يعني بنتي الهام وبنتي سهام وبنتي اسماء الثلاثه واخدين دكتوراه من لندن <applause> يعني من جامعات كبرى وانا كنت باجي من من اجلهم وكنت باجي ايضا من اجل البنوك الاسلاميه كنا بنعقد كثير من مؤتمرات البنوك الاسلاميه في لندن فكثيرا ما كنت أت... وكنت اتي لالقاء محاضرات في دار الرعايه الاسلاميه و كنت تاتي ايضا للمؤسسه الاسلاميه اللي براسها البروفيسور خورشيد احمد اللي في لستر نعم نعم كان, كان لك لقاءات هناك ايضا زرتهم هناك و كم مره هو أ... 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 اللي حصل حصل خلاف بين الامنيين والسياسيين السياسيون أرادوا أن يجاملوا اللوبي الصهيوني الأمنيون كانوا يعتقدون بأن فكرك يساعد على نشر الوسطية والاعتدال ولذلك لا أدري إن كنت تذكر جئتك أنا في عام 2005 وكان معي ضابطان من من المباحث البريطانية وكان في بيتك الذي قبل هذا السابق واجتمعت بهم وأخبرتهم سالوك عده اسئله عن العنف والارهاب واين يقف الاسلام في هذه القضايا وكانت جلسه طويله. نعم. وجاءني بعد ذلك ايضا الاخوه من قريب سنتين ولا حاجة واخذوا مني اشياء وهم معارضون للاخرين و <applause> احنا وضعنا يعني واضح الحمد لله يعني ما احنا أقمنا الاتحاد العالمي في لندن وكان يعني موقفنا ممتاز وبقينا بعدها عدة أيام وظلت آتي لمناسبات مختلفة إلى أن قالوا إنك منعت يعني مع إني عندي خمس سنين التأشيرة. تأشيرة تأشيرة <applause> في عام 2008 لما أعلن رئيس الوزراء أنك ممنوع من القدوم إلى بريطانيا، وقف كين ليفينغستون مرة أخرى ودافع عنك دفاعا قويا الحقيقه والله. وانا وانا اذكر انك كنت قد ارسلت له رساله شكر نعم عن ذلك نعم اعتقد والرجل ما تز... ما تزال الرجل مواقفه ممتازه والله اي نعم الان بعيد عن السياسه لا, لا هو الان عندما وصل الى رئاسه حزب العمال شخص جديد هو يساري ومتعاطف مع قضايانا اسمه جيريمي كوربن اقترب كين ليفينغستون أكثر من السياسة حتى يدعمه الآن حزب العمال الذي يرأس المعارضة ويرأس حكومة الظل نفسه أكثر مع قضايانا وهؤلاء قادته هم الذين كانوا يخرجون معنا في المظاهرات ضد الحرب على العراق ومظاهرات تأييد للقضية الفلسطينية في الحقيقة مواقفهم جيدة ومشكورة نعم وأنا كنت آتي إلى يعني لندن أيضا من أجل مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية صحيح تعرف نعم. مركز أكسفورد أقاموا الإخوة الهنود وكان كنت من أول الأمر عضو مؤسس فيه الشيخ أبو الحسن الندوي لما دعاني وهو يعني رجل عزيز علي وحبيب إلي لم استطع الا ان استجيب له وبقيت معهم وكنت من اول الذين يعني ايدوهم وهم في حاجه الى اقل المال وظللت معهم يعني يعني سنين طويله الى ان منعت من المجيء الى لندن على كل حال هم عندما منعوك هم خسروا ربنا ييسر لهم الامور أنت, انت لم تخسر لانهم هم لا يكادوا لا يفهمون ولا يستوعبون ان مشكله الارهاب التي يشكون منها ويعانون منها حلها هو الاسلام الوسطي الذي تدعو اليه انت لا, لا 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 يفهمون هذا للاسف لو فهموا هذا لعرفوا ان وجودنا مهم جدا في هذه القضيه الافهام العقول لابد ان تصحح افهام الناس تصحح هذه العقول تسير على الخط المستقيم فاذا فهمت انحلت القضيه يعني طيب نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه ونستانف الحديث في حلقه قادمه ان شاء الله ان شاء الله